نواقض الوضوء مفسدات الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا خارج من القبل خارج من الدبل سواء من ذكر او من انثى هر غسات دولار ونوذيك غمخنا يقشانا اذا نرى ودخزنا الثاني زوال العقل بنوم اغماء سكر جنون مخدر مدغرنگ د عقل زایل کیدل لیک هغه په خوب باندې ک به هوشی باندې او ک په دشه باندې هل النعاس ناقض للوضوء آیا دا صرف معمولی خوب چې سړی لورزی آیا دا او داس ماتی اذا كان يشعر بنفسه انه لم يخرج منه ريح فوضوء صحيح والا باطل کچر تدیر کچا معمولی خوب نعاس کی هو په دی باندې پویو چې او داس مې نه دی مات نو صحیح دی اكل لحم الابل لحم الجزور ام دغرنگ د اخ وخه خړل نعم كذلك نسأل العافية السلام الردة لأنها مبطلة لكل الأعمال. مدغرنج الله رب العالمين تمنجو تاسو ساتي مرتد كي دلي تاغا طول أعمال باطلي. أما مس الذكر يستحب له الوضوء والله أعلم. أما دخبل عورة ذكر مسكول أغا أو دس ماتي والله أعلم.